سهلين أصدقائي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورمضان كريم يدخل عليكم. هذا رمضان بالصحة والعافية والهنا وكل ما كتحبوا في قلبكم وكل ما كتمنوا في الدنيا يحق لكم الله سبحانه. اليوم غادي نتقاسم معكم روتيني ديال أول يوم في رمضان. غادي نحضر الفطور ديالي، وقلت انا علاش لا ما غاديش نتقاسمه مع اصدقائي. كل عام كنتقاسم مع اصدقائي، غادي نتقاسمه مع اصدقائي، غادي نبقى نقولها لكم 100 مره لانكم اصدقاء ديالي وعائله ديال القناه ديالي، وانا ملي كنشوفكم كنفرح. اول حاجه غادي نتقاسم معكم وهي واحد الشوربه بالخضره اللي هي مشابهه مع الحريره المغربيه. علاش؟ لانني انا ما كنبغيش الحريره بزاف، لان الحريره كتضر في المعده، كتسخف، فيها بزاف ديال التوابل، قاصحه بزاف على بزاف الناس اللي عندهم المعده ديالهم على قدهم. هذاك الشيء باش انا كندير هذه الطريقه، هذه كتعجبني بزاف وكتجي والله الا جربتوها ما تندموش عليها، كتجي لذيذه بزاف وصحيه في نفس الوقت، وكتعطينا نفس الفيتامينات وما احسن من نفس الفيتامينات اللي كاينين في الشربه الحريره. يلا معايا نشوفوا اشنو غادي نتقاسم معكم في الروتين ديالي اليوم. نحيد هما الاولين باش يبقى ليا لابابو فارغ من المواعن. غادي نتحرك الماء سخون، وعاد ديك الساعه غادي نمشي نحضر معكم الشربه ونحضر معكم غادي نحضر في الفطور ديالي. وبصحتكم كاملين، نتمنى حتى نتوما تكونوا هاد النهار صايي. اي غنتحرك، درت الماء سخون بزاف، نتمنى حتى نتوما تكونوا ربي تقبل لكم يا رب لي لنا ولكم. ايوا صافي، خصنا نمسحو هنايا، الا ما مسحناش هادشي هذا، الا ما غسلتش هادشي ما كاينش اللي غادي يوصلوا ليا. صافي صوفيا عندها بزاف الحاضر اليوم، ما كايناش معايا حتى نوجد الطبله، عاد غادي تجي هي الا ولات خضرا. وانتوما معايا، المهم انا غادي نمشي دابا هادو المين هادو ماكليني، نمشي دابا نشوف اشنو غادي نحضرو ونتقاسمو معاكم يا اصدقائي. على بركة الله دابا غادي نبداو نحضروا الشوربه ديالنا. هنا وجدت الطنجره ديالي او الكوكوت، عندي هنايا واحد الكميه هائله ديال القرعه الحمراء والبرو، بلاتي القرعه الحمراء نديروها هي نحيدوها من الطريق، كلشي مغسول كلشي مقطع. عندي هنايا نص ديال الكرم المغمض، ها هو الكرم او الملفوف. عندي هنايا البرو، راني قلتها لكم برو كبير، البرو ولا ديروا البصله. عندي هنايا جوج ديال الطماطم، عندي بطاطا كبيره وحده بطاطا كبيره، وعندي ثلاثه ديال الخيزويات وقرعه خضراء. غادي ندير كلشي، هادشي هو الاول، وغادي نزيد عليه داك القدر اللي نتوما بغيتو، جيترو او 3 يترو ديال الماء اللي بغيتو. انا غنزيد عليه الجيترو ونزيد ايترو اخر، غندير 3 يترو ديال الماء. هنايا درت زلافه ديال الحمص، الحمص نقيت ليه القشره ودرتو يطيب بوحدو، من بعد عاد غادي تشوفوني اشنو غادي ندير ليه. دابا غادي نزيد شويه ديال السكينجبير اللي هو الزنجبير، شويه ديال الخرقوم، معلقه، ديروا داكشي على حساب القدر ديالكم نتوما، انا غندير على حساب القدر ديالي، انا على حساب اللي غادي نستعمل في المنزل ديالي. غندير معلقه ونص ديال الملحه، عندي القزبر والمعدنوس، من بعد عاد غادي نكمل لكم كيفاش غادي ندير ليه. غادي ندير شويه ديال زيت الزيتون في الاول وشويه ديال زيت الزيتون في الاخر، ونسد عليه طيطيب ونطحنهم. اصدقائي غادي نعمر شويه ديال البريوات، العجينه ديال الورقه انا كنحضرها غير في الدار. هنايا عندي الورقه كندهنها بشويه ديال الزبده، هكذا كندهنها بشويه ديال الزبده، كنعمرها بشويه ديال الكفته مع البصله والفلفله طايبين. صافي هذا هو اللي غادي ندير، غادي نحضرها هكذا. راني واحد درتها معكم في القناه بطريقه، انا هاد الورقه كنعاودها غير في المنزل ديالي، ما كنشريهاش، هكذا كتجيني مزيانه وكيجي تتعرفي شنو كليتي وكتعرفي الورقه منين صايبه. صافي هكذا كنطويها من هنايا، تنعمرها تنطويها من الجناب، نزيد عليها ندير لها شويه ديال الدقيق هكذا من الجناب من هنايا باش تلصق ليا. شوف العجينه ديالي كتجي، راه هو مصاوبه هذه 3 ايام ولا 4 ايام، هانتوما شوف ما كتهرس ما والو، كنصاوبها غير في المقله وكتجيني مزيانه هكذا. تنعمرها ديالي بالزبده هكذا مع شحال هذه، وهي هذه 4 ايام ولا 3 ايام وهي في الثلاجه. ندير لها هكذا، نعمرها بشويه ديال الكفته كما قلت لكم. صافي نتوما تعمروها باللي بغيتو، الخضره والطون اللي بغيتو تطويوها هكذا من الجناب،
طويوها هكذا صافي. ملي طويوها نبداو نبرمو فيها، نلويوها هكذا نبرموها حتى الاخر، وندهنوا شويه ديال العجينه، شويه ديال عندي درت هنا شويه ديال الطحين، خلطته بشويه ديال الماء ودرته باش نلصق به منه باش ما تحلش ليا البريوات. ها هما دابا ساليت الحشوه ديالي ديال البريوات ودرت فوقهم شويه ديال الشيه. انا كتعجبني الشيه لان مزيانه بزاف للصحه. وجبت العجينه ديالي ديال البيتزا كنت مصايبها ودرتها في الكونجيلاتور، دابا نتقاسمها معكم ها نتوما بالزعتر. كتجي زوينه ولذيذه وكتجي فنه فنه، كتجي زوينه. غادي نديرها شويه، انا بديت نعمر، ندير غير شويه ديال الطماطم ديال المعلبات شارياها. الا ما عندكمش تصوبوها في المنزل ديالكم. ندهن عليها شويه ديال الطماطم من الفوق صافي، ما غاديش ندير، ندير عليها شويه ديال الطماطم من الفوق، ندير عليها شويه ديال البصله حتى هي مصايبه. البصله الحمراء هي اللي عندي في المنزل ديالي، البصله الحمراء راك عرفتوا ملي كطيبوها كتولي شويه بحال زرقاء. صافي غندير شويه ديال البصله، غندير شويه ديال الشابنيون، ها هو شابنيون، غنحطو عليها هكا باش نعمرها. والطون، الطون تا هو غندير عليه شويه ديال الطون، ندير عليه شويه ديال الفرماج، عليهم شويه ديال الفرماج. واللي ما كيعجبوش الفرماج يسلق البيض ويحكو عليهم. انا هاد الفرماج غنديرو غير على حسابي وعلى حساب العائله ديالي، ما كياكلوش الفرماج، غادي ندير لهم البيض مسلوق غنحكو. كيجي بحال اللون ديال الفرماج وكيجي فيه داك الصفر والبيض، كيجي زوين وكتجي لذيذه، كتجي لذيذه، جربوها. طابت ليا الشوربه ها نتوما، غادي نطحنها، نطحنها مزيان وغادي نزيد فيها شويه ديال المعدنوس. عندي هنايا المعدنوس والقزبر مطحونين بجوج، كنديرهم في الكونجيلي، وغنزيد فيها شويه ديال الكرافس، وغنزيد نص المعلب ديال الطماطم، وغادي نزيد عليها من الفوق الحمص اللي انا طيبته بوحدو. طحنت الشوربه ديالي ها نتوما بلا ما نحتاج ندير فيها لا عجينه لا والو، كتجي هكا لذيذه. غادي نزيد عليها الحمص، هذاك الماء ديال الحمص حتى هو فرغته ملي كنت نطحن، وغادي نزيد عليها ديال القزبر والمعدنوس. انا حقاش كان عندي كونجيلي هكذا جوج معالق، غنزيد عليها معلقه ديال الكرافس، معلقه ديال الكرافس، زيت الزيتون. ولا بغيتو ديروا فيها اللحم ديروا فيها لحمه صينه حتى طيب وحيدوها منها قبل ما تطحنوها. والحمص راه كنطيبوه بوحدو باش يبقى لنا هكذا، لان ما نقدروش نطيبوه معاه، ما غاديش نقدروا نصفيوه من الخضره، تنطيبو بوحدو. الماء ديالو كنعقبو نزيدوه لان فيه الفيتامينات ديال الحمص، والحمص تندورو بيه وبلا ما نحتاجو. هانتوما شوف بلا ما نحتاجو نديرو الحريره، نديرو فيها العجينه ونديرو فيها العدس وتقلينا على المعده، بلا ما نحتاجو شي حاجه اللي هي ثقيله، اللي هي الانسان ملي كيكون صايم كضرو المعده، لان المعده كتكون خاويه. هذه فيها جميع الفيتامينات وزوينه بزاف، وجربوا الطريقه ديالي وراه ملي غادي تشربوها وتذوقوها وتاكلوها فيها المذاق ديال الحريره بحال دايرين الحريره المغربيه الحره. طاب ليا الماء وغادي نعمر اتاي، صحتكم كاملين. المهم ما عرفتش واش نتوما عزيز عليكم اتاي مع الفطور كيطفي العطش ولا عز عليكم القهوه بالحليب. المهم غندير جوج معالق بركه في هذا البراد، كيهز ليا 12 كاس بركه، غادي يطيح صافي. وجدت هنايا طرف اتاي ديالي، من بعد غادي نتقاسم معكم العصير حتى هو. طاب ليا الماء، وجدت نعناع وفليو، ادبرت عليه حنا هنايا ما كاينش منين غتشريه. المهم نعمر اتاي، هنايا درت شويه ديال العصير باش يبرد علينا شويه العطش. درت هنايا 6 ديال الليمونات برتقالات، وحده ديال الحامض نقيتهم وقطعتهم طراف كاملين، نقيتهم ماشي عصرتهم، نقيتهم مزيان، نقيتهم طراف. ودرت فيه 9 ديال التمرات وتفاحه كبيره واطر ونص ديال الماء، كيخرج ليا على هذا الشكل هذا انتما شوفوا، كيخرج زوين. غير نخلطوا دابا تشوفوا كيفاش كيخرج، كيخرج زوين وكيخرج فيه المذاق ديال السكر. ما تحتاجوش ديروا فيه السكر، كيجي واحد العصير طبيعي، ماشي شي عصير اللي ندايرين فيه. انا ما نكذبش عليكم، انا ما كيعجبنيش ندير في كل واحد واشنو كيحب. انا ما يعجبنيش ندير في العصير السكر، ما عمر العصير درت فيه السكر الا لا جاو عندي الضيوف. ملي يجيو عندي الضيوف خاصني ندير في العصير السكر، لان يقدر ما يعجبهمش الطريقه ديالي، يقدر ما يعجبهمش العصير ديالي، يجيهم ناقص واحد شويه مسوس. ولكن هكا كيتسمى صحي
وكيعطينا الفيتامين اللي الجسم ديالنا خاص. انا وجدت الفطور ديالي في صحتكم كاملين وسمحوا لينا. انا هذه هي البيتزا اللي عمرت معاكم. دابا نوريكم العجينه ديالها. هذا هو السلو اللي انا حطيت في القناه، هو اتاي عمرته معاكم غير دابا. هذه هي الشوربه، هكذا كتجي شوربه الحريره، بحال الحريره كتشبه ليها، غير هي ما فيهاش العجينه وما فيهاش العدس، يعني ما فيهاش بزاف ديال التوابل، فيها الفيتامينات ديال الخضره. هادو هما البريوات، راني وحطيتهم معاكم في القناه، الشباكيه او بوشنيخه حتى هي تقاسمتها معاكم في القناه، التمر، العصير غادي نتقاسمو معاكم حتى هو ان شاء الله باش يكون معتمد عندكم. سلقت شويه ديال البيض، انا عزيز عليا بزاف ندير الحوايج اللي هما صحيين، ما يخرجوش لنا على الصحه ديالنا وما يالموش لينا المعده ديالنا. هذا هو علاش انا كندير تنحاول ننقص من السكر، لان السكر ماشي مزيانه يا اصدقائي. خاص في رمضان هذا الناس اللي عندهم السكر كيتجهد عليهم السكر، وكاينين الناس اللي ما عندهمش الدواء، وكاينين الناس اللي كيقولوا لا انا خصني ناكل، لا ما غضرني حتى شي حاجه، وكيخرج على راسو يا مراه يا راجل. هذاك الشيء باش كنقص دائما من السكر، كفايه عندي السكر في الشباكيه، وكفايه عندي السكر ناتورال طبيعي في التمر، وعندنا السكر في الدقيق اللي حنا حضرنا فيه البريوات، عندنا السكر في اتاي درنا فيه السكر، يعني ما خصناش نكثروا السكر. عندنا السكر في العجينه، حتى هي الطحين كيكون فيه توا ماده ديال السكر، العصير الليمون البرتقال وكل شيء كي الحامض وكل شيء، بزاف ديال التفاح فيه السكر، الليمون البرتقال فيه السكر، هذاك الشيء باش كنحافظوا على الصحه ديالنا. في صحتكم كاملين ورمضان كريم، يا ربي دوزوه بخير وعلى خير، ويمسح لنا ربي هذا الوباء هذا حتى المره اخرى ان شاء الله. نتمنى يعجبكم التحضيرات ديالي.